هذا الشأن فقط، بل قامت مصر أيضا بإعادة الإعمار لأهالي غزة من خلال شركات مصرية وعمالة مصرية من يعني كبرى التحالفات المصرية الرائدة في مجال الإنشاء والتشييد والبناء تحديدا. هناك أيضا جلسة منعقدة تحت عنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة. فهنا المحتوى المقدم من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ليس فقط محتوى يقوم على السياسة والاقتصاد، لأن هناك دور كبير للفن. فنجد أنه في هذه النسخة في يومها الأول تم تدشين وانطلاق مسرح شباب العالم، ذلك المسرح الذي انطلق في النسخة الثانية تحديدا من منتدى شباب العالم واستمر في النسخة الثالثة والنسخة الرابعة أيضا. هذه النسخة تأتي تحت يعني ناقشت هذه النسخة العديد من القضايا وكيف كان حال الإنسانية قبل الحروب وكيف أثرت أيضا الحروب المتواجدة على البشر، الفطرة الطبيعية للبشر، البشر الذي كان بطبيعته يدعو وينعم بالسلام دائما. عرض مسرحي كبير يشارك فيه عدد كبير جدا من الممثلين سواء كانوا من مصر أو من كافة دول العالم، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن فنانين أيضا من تونس، من روسيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من عدد كبير جدا من الدول. وهنا يكمن دور الفن كقوة ناعمة في مواجهة كل التحديات التي تواجه الدول بشكل عام. هنا في مدينة السلام، هنا في شرم الشيخ، وجد شباب العالم من 196 دولة، وجد هؤلاء الشباب مساحة مشتركة. هذه المساحة يتناقشون، يتبادلون الرؤى والأفكار والأطروحات لحل هذه القضايا التي تؤرقهم. دائما ما يقال بأنه يصعب دائما أن يتم تغيير أو الحلول، وضع حلول بنفس يعني طريقة التفكير التي أوجدت المشاكل. اليوم نجد حلول شبابية خالصة، هذه الحلول من كافة دول العالم. نتحدث عن وفود مصرية، نتحدث عن وفود عالمية، وفود دولية، كبرى المنظمات الدولية الإقليمية أيضا تشارك في هذا المنتدى. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعني ربما كانت جائحة كورونا سببا أو وقفت حائلا دون انعقاده في العام الماضي وهو العام المقرر للنسخة الرابعة. لذلك جاءت كل المحاور الخاصة بهذا المنتدى لمناقشة كيف أصبح حال العالم ما بعد الجائحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حضور مصر الكرام، شباب العالم الذين وفدتم إلى مدينتكم، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا.
نحو نصف مليار شخص حول العالم قد يدفعون للوقوع في براثن الفقر المدقع بفعل تداعيات الجائحة خلال السنوات القليلة المقبلة. هذا وفق ما تشير إليه تقديرات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. يشار في هذا الإطار إلى ما تسبب به هذا الوباء من إنهاك كبير للقطاع الصحي في أغلب دول العالم، فضلاً عن أزمة مالية عالمية باتت توصف بأنها ربما الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ثم كان للجائحة أيضاً أن كشفت النقاب عن أزمة قديمة مرتبطة بعدم المساواة في التمتع بالخدمات الأساسية، الرعاية الصحية الجيدة، التعليم الأساسي، البنية التحتية ذات الكفاءة العالية، ما من شأنه أن يهدد باستمرار اتساع الفجوات بين المجتمعات. وإذا كان تنامي الفقر واتساع دائرته مثل نتيجة حتمية للجائحة، فإنه ولسوء حظنا أيضا فإن القارة الإفريقية عانت معاناة فوق معاناتها. التقديرات العالمية تقول إن العام المنقضي عام 2021 شهد حضور 66% ممن يعيشون فقرا مدقعا حول العالم في دول إفريقيا جنوب الصحراء. لكم أن تتخيلوا فداحة هذا الرقم، 66% ممن يعيشون فقرا مدقعا على مستوى العالم يعيشون في قطاع من قارتنا دول إفريقيا جنوب الصحراء. يضاف إلى هذه المعاناة التداعي في المنظومة الصحية التي عانتها دول إفريقية مختلفة، فضلا عن صعوبة الحصول على حصة عادلة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19. لعل هذه الأرقام والمؤشرات تشير إلى حجم ما تحتاجه القارة الإفريقية من دعم حقيقي أمين، وتفصح عن عدالة المطلب الذي لطالما نادى به زعماء قارتنا وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في هيكل الديون الذي أثقل كاهل اقتصادات قارتنا عبر تخفيف أعباء هذه الديون أو إعادة جدولتها أو شطب ما أمكن شطبه منها. إفريقيا تستحق ذلك انسجاما مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه دول القارة، خصوصا بعد تداعيات كوفيد 19. إن تغير مؤشرات الفقر على النحو الذي نستعرضه مع حضراتكم الآن فرض على حكومات دول العالم أن توسع من مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل بذلك فئات اجتماعية أكثر، وأن تزيد من وتيرة المبادرات التنموية التي من شأنها أن تصل إلى الغاية الأساسية المرجوة من كل جهد تنموي، وهو تحقيق الرفاه المعيشي بما يشمل وبالضرورة تقليل معدلات الفقر. بناء على ما تقدم، فإن منتدى شباب العالم في هذه النسخة قدر لأهمية هذا الموضوع أن يخصص جلسة نقاشية كاملة تعنى ببحث آفاق مبادرات التنمية في تقليل معدلات الفقر. أي جهد يمكن أن تقوم به الحكومات؟ أي جهد يمكن أن تقدمه المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة بهذه القضية، بحسبان أن حالة فقر واحدة في أقصى بقاع الأرض ربما تهدد بقاء الكوكب ووحدته؟ ما الذي يمكن أن نقوم به في إطار هذا الأفق الواسع؟ هذا ما أدعو حضراتكم لأن تشاركون الترحيب بضيوف الكرام على هذه المنصة، الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. السيدة إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. الشيخ حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذة آية عمر رئيسة مؤسسة حياة كريمة التي تشير بالطبع إلى المشروع الحلم الذي نحياه في مصر. أليكس ستيفاني مؤسس والعضو المنتدب لشركة بيم التي تعنى بتقديم خدمات الدعم والرعاية للمشردين أو ربما لفاقدي المأوى حتى يكون اللفظ أكثر تأدبا. أهلا وسهلا بك أليكس. سارة البطوطي رئيسة ومؤسسة شركة إيكو كونسلت للاستشارات. أهلا وسهلا بحضرتك. ميكيلا سيسني المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة برايم جلوبال المعنية بتقديم الدعم للأطفال ذوي الهمم ولأسرهم. أرحب بالجميع. سيادة الوزيرة، يقولون دوما إنه من رحم المعاناة يولد الأمل. مؤشرات الفقر كيف اختلفت قبل الجائحة وما بعدها، وبالتالي الدور الذي أنيط بالحكومات أن تلعبه في ضوء هذه المؤشرات واختلافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أنا ألتقي مع حضراتكم وأشارك في هذه الجلسة الهامة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي أصبح منصة دولية هامة تتطلع جميعا في الالتقاء فيها.
الحقيقة لما بنتكلم على مؤشرات الفقر والمهم ان احنا نقول الاطار الحاكم لعمليات التنمية على مستوى العالم ازاي بينظر الى قضية الفقر، فبنلاقي انه الاجندات الدولية الاممية اجندة التنمية المستدامة 2030 والاجندة الافريقية 2063 واجندة مصر 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية والتي أيضا تتفق مع أجندة أفريقيا 2063، كل هذه الأجندات التنموية كلهم بيتفقوا على أهمية قضية الفقر وأبعاد الفقر في التأثير على معدلة التنمية وبالتالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله. مهم برضو ان احنا لما بنتكلم على تجارب تنموية ان احنا نقول طب احنا تعريف الفقر ايه، العالم كان بينظر للفقر ازاي وايه التطور اللي حصل على مفهوم الفقر. الفقر كان زمان بيبص له على مستوى دخل الفرد، هو بيقاس بمستوى دخل الفرد، ثم بدأ مع تطور المؤشرات ومع تطور التعريفات المختلفة ابتدى يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر. فبنبص لمؤشرات التعليم، بنبص لمؤشرات الصحة، بنبص لمؤشرات الخدمات الأساسية اللي بيتمتع بيها الفرد في أي دولة، وده اللي أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. فلما ببص لمؤشر زي مؤشر التعليم أنا ببص النهاردة إلى نسب التسرب من التعليم بالإضافة إلى نسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. لما ببص النهاردة على مستويات الصحة بنشوف النهاردة مستويات الخدمات الصحية ومستويات التغذية. لما بص على مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن بنبص على الخدمات الأساسية زي خدمات الصرف الصحي، خدمات الحصول على مياه نظيفة، كهرباء، شبكة طرق بيتمتع بها المواطنين، كل ده طبعا بالإضافة إلى متوسط الدخل اللي بيحصل عليه الفرد وده اللي بيكون مفهوم الدخل المؤشر الفقر متعدد الأبعاد. طيب عايزين نشوف لما حصلت الجائحة حصل ايه في هذه المؤشرات وازاي اثرت على معدلات الفقر. الجائحة زي ما تفضل استاذ احمد هي يمكن اكبر ازمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث. ليه بنقول انها ازمة، اكبر ازمة اقتصادية مرت علينا؟ لانه كانت الازمات اللي احنا عصرناها او حتى ازمة الكساد الاقتصادي الكبير اللي حصل في 1929 بنلاقي الازمات كانت يا اما ازمات بترتبط بقطاع معين زي ازمات القطاع المالي، ازمات الديون، او بترتبط بمناطق معينة زي ازمات اللي حصلت في اسيا او الازمات اللي حصلت في امريكا اللاتينية. النهاردة الأزمة بدأت بأزمة صحية فأثرت على الإنسان، أثرت على الإنسانية، وبالتالي تداعياتها النهاردة انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى وبالتالي أثرت على كل جوانب الاقتصاد. أثرت زي ما بنقول كده على جانب العرض وعلى جانب الطلب، يعني على المشتري والبائع، وبالتالي ده أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة بتقدر بحوالي من 40% إلى 70%، انخفاض شديد في معدلات الاستثمار، أدت إلى أيضا اضطرابات في أسواق العمل لأنه كل ده بيرتبط في الآخر بسوق العمل وبالتوظف. بنتكلم كمان على عملية خطيرة جدا وهي اضطرابات حركة التعلم. النهاردة بتقدر الأفراد اللي حصل لهم اضطراب في المنظومة التعليمية بقرابة 1 مليار شخص على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2022. بنتكلم أيضا على تأثير ده على متوسطات البطالة لأنه طبعا بنتكلم على أكثر من 255 مليون وظيفة هيتم فقدها بنهاية هذا العام. بنتكلم على حوالي 250 مليون مواطن بنهاية عام 2022 هيخشوا في مستويات الفقر. فالتداعيات خطيرة جدا لهذه الأزمة لأول مرة زي ما بقول هي أزمة بتؤثر على الإنسانية بشكل كبير. طب الدول تعاملت إزاي مع هذه الأزمة؟ الحقيقة الدول ما يقدرش نقول إنه هناك
نظام أو تعامل موحد للدول مع هذه الأزمة. ليه؟ لأنه كل دولة اختلف تعاملها مع الأزمة وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادي، وفقا لإمكانياتها، وفقا كمان للهيكل الديموغرافي والتركيبة السكانية اللي فيها، لأنه أزمة صحية بتؤثر بشكل كبير، بتتأثر بها التركيبة السكانية، فكان هناك اختلاف تباين شديد جدا في تعامل الدول مع هذه الأزمة وفقا لهذه المعايير المختلفة. طيب طبعا حالة عدم اليقين أيضا اللي بترتبط بالأزمة الصحية وبترتبط بالسلالات اللي بتتحور كل شوية، دي أيضا بتؤثر بشكل كبير على الأزمة. طب التجربة التنموية المصرية كانت فين من هذه الأزمة؟ الحقيقة مهم ان احنا نؤكد انه مصر بتنتهج مبدأ مهم جدا، وهو مبدأ الحق في التنمية كحق اصيل من حقوق الانسان، وده اللي قامت عليه استراتيجية اللي اطلقها السيد الرئيس في 2016، وهي استراتيجية ورؤية مصر 2030، اللي راعت هذه الاستراتيجية ان انا عشان احقق تنمية اقتصادية، ما اقدرش احقق تنمية اقتصادية من غير ما اراعي البعد الاجتماعي، وأراعي في الأفراد الأقل حظا، وأراعي في إدماج الفئات ذوي الهمم. ما أقدرش أحقق التنمية الاقتصادية ولا تنمية اجتماعية من غير ما أراعي البعد البيئي، وبالتالي أحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية. مهم أيضا أن احنا نؤكد أن الكلام ده تم تأكيده في الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في مطلع في منتصف هذا العام 2021، وهي استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أكدت على الحقوق المدنية والحقوق السياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان، المرأة والأطفال وذوي الهمم في كل هذه المنظومة. لما جت الجائحة كان هناك التوجه الاستراتيجي اللي توجه به السيد الرئيس، وهو التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن، وهو أولوية أولى بالنسبة لنا كلنا خلال أخذ إجراءات احترازية، وفي نفس الوقت استمرار عجلة النشاط الاقتصادي. ده كان توجه استراتيجي حاكم في التجربة التنموية المصرية، والحقيقة كان هناك تعامل سريع جدا مع هذه الأزمة. تعاملنا ازاي؟ حصل اول حاجة كان في مساندة سريعة للقطاعات التي تضررت من الازمة. ليه؟ لان عندنا قطاعات تضررت، توقفت نتيجة توقف حركة النشاط الاقتصادي. كان عندنا قطاعات توقفت بشكل كلي زي قطاعات السياحة وقطاعات الطيران، وقطاعات تضررت بشكل جزئي زي مثلا قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فكان هناك مساندة من قبل السياسات المالية اللي دخلت دعمت وسندت هذه القطاعات عن طريق ان هي اجلت لهم المدفوعات السيادية بتاعتهم، في تسهيلات في سداد هذه الاستحقاقات والمدفوعات، ايضا السياسة النقدية عن طريق اعادة جدولة بعض الديون واعطاء بعض الديون الميسرة، القروض الميسرة من اجل تشغيل او الحفاظ على الكيانات. المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه كان اعادة ترتيب اولوياتنا. الأزمة خلت العالم كله يعيد ترتيب أولوياته، وكان مهم جدا ان احنا نبتدي نتوجه في استثمارات الدولة الى القطاعات الأولى زي قطاع الصحة والتعليم، وايضا القطاعات التي لديها مرونة ولديها قدرة على التكيف مع الأزمات زي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، زي قطاع الزراعة. هذه القطاعات الدولة ضخت فيها استثمارات تقارب 300% في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة وهي مساندة الفئات، المواطن المصري. فالدولة المصرية تقدمت لأول مرة بمنحة رئاسية للعمالة الغير منتظمة، اقترب من 6 مليون مواطن فرد من العمالة الغير منتظمة حصلوا على هذه المنحة الرئاسية لمدة 6 أشهر. زودنا المعاشات، زودنا الأجور والمرتبات. ليه كل الكلام ده؟ في وقت دول كتير أخدت إجراءات تقشفية، لأن احنا كان بالنسبة لنا الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على العمالة بتاعتنا هي أمن قومي بالنسبة لنا، هذا هو السلام والأمان الاجتماعي اللي بالنسبة لنا احنا كلنا بنبقى حريصين في الحفاظ عليه.
دي كانت الخطة أو السياسة قصيرة الأجل اللي تعاملت فيها الدولة المصرية بشكل سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخاصة بجائحة كورونا. المحور الثاني وهو المحور المتوسط الأجل وهو تحسين الإسراع بتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتطبيق مبادرة إسراع بمبادرة حياة كريمة وهي الحقيقة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد ويمكن هي بتتعدى هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة لأن احنا لما بنتكلم على الخدمات التي تقدم في قرى الريف المصري في 8 أكثر من 58 مليون مواطن في 4500 قرية بنتكلم على خدمات بنية أساسية صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وشبكة طرق بنتكلم على خدمات وحدات صحية بنتكلم على فصول بنتكلم على سكن لائق بنتكلم أيضا على تنمية بشرية وتدريب مهني وفرص عمل وده اللي بيضمن استدامة كل جهود التنمية ان احنا بنوفر فرص عمل في هذه القرى بنتكلم على استثمارات بتصل تقريبا ما بين 45 الى 50 مليار دولار بيتم ضخه في هذه المبادرة من ضمن ايضا المؤشرات الايجابية الهامة في خطط التنمية المصرية احنا بنتكلم لاول مرة على انخفاض في معدلات الاطفال دون سن الخامسة بنتكلم على زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم وفي نسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى مهم بالإشارة أنه المرحلة التمهيدية اللي بدأنا فيها في حياة كريمة اللي كانت فقط 375 قرية مؤشرات الفقر فيها انخفضت إلى ما بين 10 إلى 14% في هذه القرى ودي ما كانتش كمرحلة تمهيدية ما كانش بيتم فيها كل ما يتم الآن من كل الخدمات اللي بتتم في حياة كريمة أيضا الدولة المصرية لديها تجربة رائدة في تطوير المناطق العشوائية والغير آمنة بنتكلم على أكثر من 357 منطقة غير آمنة بيتم فيها لأول مرة توفير كل الخدمات الأساسية من أجل خلق مواطن صحي يستطيع أن هو يتعامل مع المجتمع المصري برضو مهم الإشارة أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والأولى عربيا اللي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة نحن الدولة الأولى على مستوى العربي ومستوى الشرق الأوسط اللي أخذنا تدابير تراعي هذه الجائحة هي ما أقدرش أتكلم على مؤشرات فقر من غير ما أتكلم على القضية السكانية من غير ما أتكلم على ارتباط القضية السكانية بمؤشرات الفقر وارتباط الفقر بزيادة عدد السكان عشان كده التجربة التنموية الهامة اللي بيعلنها إن شاء الله السيد الرئيس في غضون أسابيع أو أيام قليلة وهي قضية تجربة تنمية الأسرة المصرية ودي هدفها الأساسي حاجتين هدفها ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وفي نفس الوقت الارتقاء بخصائص السكان احنا بنرتقي بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة في التغذية في إتاحة خدمات صحة المرأة لان احنا مهم ان احنا نقول انه لما بتكلم النهاردة على الفقر وارتباطه بالقضية السكانية بنهم نقول ان 48% من الاسر اللي بيها 6 و7 افراد هم من الفقراء و 80% من الافراد اللي بيعيشوا في اسر فيها 10 افراد من الفقراء وده بيؤكد على انه ارتباط الوثيق بين قضية الفقر وقضية السكانية وبالتالي بيأتي هنا تمكين المرأة وإتاحة الخدمات الخاصة بصحة المرأة والتغذية والمحور التوعوي والثقافي والتعليمي من أهم المحاور اللي بتضمن إن احنا فعلا نرتقي بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات متناسبة من الزيادة السكانية في النهاية أنا يعني بختم برسالة للشباب إنه كل الجهود التنموية اللي بتقوم بها الدولة ولكن الفقر الأهم هو فقر القدرات وعشان كده الرسالة اللي بقولها لشبابنا إنه
التعليم والتدريب المستمر لا يتوقف عند سن معين. الدولة المصرية بتتيح مجموعة كبيرة جدا من البرامج التدريبية والتعليمية في كافة المجالات. لدينا أكاديمية أنشأها السيد الرئيس مخصوص لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة ولإعطاء الشباب مهارات مختلفة. لدينا عدد كبير من المؤسسات التي تؤهل الشباب على مجموعة كبيرة من البرامج. فانتهزوا كل هذه الفرص للتعليم والتدريب المستمر، لأن كل ما زادت قدراتي كل ما زادت فرصي أنا للاختيار. الحاجة الوحيدة اللي محدش بيقدر ياخدها مننا اللي احنا بنحتفظ بيها في عقلنا، دي قدرتنا. وكل ما كنت لدي قدرات ومهارات كل ما الفرص اتفتحت أمامي. هذا المنتدى هي منصة هامة جدا لبناء القدرات. وجود القيادة التنفيذية أعتقد أن دي أيضا تجربة تنموية فريدة تستحق الفخر والإشادة. وجود القيادة التنفيذية والقيادة السياسية كلها وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية مع شباب مصر سواء على المنتدى الدولي أو على المنتدى المحلي، الهدف الرئيسي منها هي بناء القدرات وبناء الشخصية الواعية القادرة على التعامل مع كافة التحديات. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة هالة السعيد. أنا سأذهب بسؤالي للسيدة إلينا بانوفا. سيدة إلينا، دكتورة هالة استعملت تعبير يبدو مبتكر أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. إذا كانت الأمم المتحدة لديها إدراك بأن هذه الأزمة أزمة الفقر وتناميه أزمة عالمية وليست أزمة تخص البيئات الفقيرة وحدها، ما الجهد الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة دعما لهذه الاقتصادات والحكومات الفقيرة أو دعما لأي مبادرات تنموية يمكن أن تسهم في تقليل معدلات الفقر؟ Thank you very much. شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي، السادة وسيدات المتحدثين. كما قالت الدكتورة هالة فإن التخفيف من الفقر يقع في القلب من أجندة التنمية الدولية، الأجندة الدولية والأجندة الأفريقية والأجندات الوطنية. بعد أن أصابتنا الجائحة فإنه في جدول أعمال التنمية يركز فيها الهدف الأول على إنهاء الفقر بكل صوره، وأدركنا أنه ظل وسيظل أكبر تحدي يواجه العالم. عندما أصابتنا الجائحة أصبح من الجلي أن الأمر لا يتعلق فقط بالأزمة الصحية بل إنها أزمة تنموية، ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء، لأنه بالنسبة لهم أصبحت الأزمة أزمة مزدوجة. أولا لديهم أكبر خطر في التعرض للفيروس، وثانيا لديهم أقل قدرة للحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة. وهنا أتحدث على المستوى العالمي، هناك بعض الإحصائيات التي ذكرت بالفعل والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد قد زادت من الفقر العالمي بحوالي 500 مليار شخص أو حوالي 8% من تعداد العالم. إذا ما نظرنا فقط إلى العام الماضي فإننا نرى أن الجائحة قد دفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وذلك في البداية. أيضا الفقر المدقع زاد من أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب، والأمين العام للأمم المتحدة يتحدث كثيرا عن هذا الأمر، يتحدث عن فكرة أن التضامن مفقود وليس متواجدا في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه. إذن كيف نمضي قدما؟ وكان هناك سؤال من الدكتور أحمد.
أود أن أركز على ثلاثة نهج أساسية، وقد أشار إليها عرض الدكتور هالا، إن الحكومة تعاملت مع هذه النهج الثلاثة الرئيسية. أولا، التعافي لابد أن يكون تحوليا، لأننا لا يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى الهياكل التي سبقت الجائحة والتي زادت من مستويات الفقر. الآن أود أن أثني على جهود الحكومة المصرية في إطلاقها للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية واغتنام فرصة الجائحة من أجل المضي قدما. إن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة وتدخل في شراكة معها فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، لأن الإصلاحات الهيكلية سوف تركز على توليد فرص العمل، وهذا هو ما نحتاجه. هي سوف تركز على إطلاق قدرات القطاع الخاص وعلى زيادة الإنتاجية والتصنيع، وسوف تمهد للمزيد من المساواة. ثانيا، إن التعافي لابد أن يكون شاملا، لأن كثير من أوجه التعافي تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب في صورة المجموعات المهمشة. وهنا أود أن أعطي مثالا بسيطا حتى نفهم ما الذي يعنيه بالشمولية، والمثال هو مثال عن إفريقيا. حتى قبل الجائحة فإن أثرى 22 رجل في العالم كان لديهم ثروة أكبر من المال الذي تملكه كل النساء في إفريقيا، وتزايدت هذه الهوة مع الجائحة. ثالثا، لابد للتعافي أن يكون مستداما، لأننا لابد أن يكون لدينا بناء للمرونة مع صافي الانبعاثات الصفري. وهنا أرحب بجميع جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد. في خلال كل هذا الأمر لابد أن نستمع إلى ما يود إلى أصوات الفقراء من أجل أن يكون هناك توفير للخدمات في هذه المجتمعات بكرامة. ولكن دعونا ننظر إلى الجانب المشرق، نرى أمثلة من جميع أنحاء العالم عن الأفكار الخلاقة والمبادرات التي تجاوبت أو استجابت للجائحة. ويتضمن ذلك جهودا على المستوى العالمي من أجل تقوية التضامن الدولي، ولكن أيضا يوجد أمثلة محلية ووطنية، من ضمنها أمثلة مصرية يمكنها أن تساعد الفئات الضعيفة. أود أن أركز على مثالين ونهجين معينين يمثلان أهمية في المضي قدما. أولا، ضمان التمويل المستدام. نحن جميعا ندرك أهمية هذا الأمر من أجل التعافي من الجائحة ومن أجل المستقبل الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الكثير من الدول تضاءلت الموارد المحلية، ومن ثم استجابت بعض الدول للطوارئ عن طريق زيادة الديون. والبنك الدولي يقدر أنه منذ الجائحة فإن الديون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد ازدادت عن جميع مستوياتها في خلال 50 عاما الماضية. ومن ثم دعا الأمين العام للأمم المتحدة للمزيد من الجهود الخاصة بالإغاثة من أجل أن يكون هناك دعم للمبادرات ذات الصلة، وذلك يعني توفير الخدمات للبلاد التي تحتاجها، مثل الدول ذات الدخل المتوسط والتي تحتوي على 60% من فقراء العالم. ولذلك فإن دعوة سيادتها سيادة القادة الأفارقة سوف يتم دعمها في هذه الأوقات.
ولكن الدعم فيما يتعلق بالديون لن يكفي لمساعدة هذه البلدان، لأن ما نحتاجه هو أن يكون هناك استراتيجية تمويل مستدامة للتنمية، ولا بد أن يكون هناك تقييم للفجوة، وأن يكون هناك توجيه للاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بأوجه عدم المساواة. ومن أجل تحقيق هذه الجهود، فإن الأمم المتحدة، ردا على سؤالك، الأمم المتحدة قد أطلقت صندوقا مشتركا من أجل إغلاق هذه الفجوة التمويلية. هنا في مصر يوجد 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، تتضمن اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وغيرها، دخلت في برنامج مشترك مع الحكومة المصرية يمول عن طريق هذا الصندوق من أجل دعم تمويل أول استراتيجية مصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا العمل سوف نقيم مدى تكلفة بعض أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالناس، وكم من مواردنا سوف يتوجه إلى هذا الأمر، وما هي الفرص الجديدة. وقد تحدثت عن هذا الأمر دكتور هالة، تحدثت عن المشروعات الجديدة والمبادرات الجديدة، المبادرات الخضراء من أجل رأب هذه الفجوة. وآخر جزئية في مداخلتي هي ألا نترك أحدا متخلفا عن الركب، وذلك يقع في القلب من الحق في التنمية الذي ذكرته مصر وركزت عليه. فيما يتعلق بهذا الهدف، فإنه أحد الوعود التي قطعها جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، وهو يعكس التزام الدول الأعضاء بإنهاء الفقر. إن النهج العملية لتحقيق هذا الهدف تتعلق بالتركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك يؤدي بنا إلى أن نمثل احتياجات البشر في الخطط الحكومية. إن مصر تعد رائدة في هذا الأمر، في توطين هذه الأهداف مع آخر تطورات في التقرير 27 الخاص بتطورات وضع التنمية في مصر، ولكنه أيضا يقدم دليلا للحكومة ولنا من أجل البناء على البيانات بشكل استراتيجي من أجل مزيد من التدخلات ذات الأثر العميق. مثال آخر ذكر وسوف أذكره مرة أخرى هو التزام البلدان نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، يعكس من خلال حياة كريمة. سوف أنهي كلمتي هنا، فقد أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساواة، ولزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان تطبيق ناجح، لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة ذلك يعني أنها سوف تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيدة بانوفا. مصعد إلى المنصة وعدتني بالالتزام بأربع إلى خمس دقائق، لكنها على ما يبدو خدعتني ومددت الوقت تلقاء نفسها. شكرا جزيلا لك سيدة إلينا بانوفا، وأتمنى من الحاضرين فقط أن يلتزموا بضبط الوقت، لأن المقاطعة سلوك مرفوض من المقاطع، مرفوض من المقاطع وثقيل حتى على المتابعين، فأتمنى الالتزام بأربع دقائق حتى نستطيع استثمار الوقت المخصص لهذه الجلسة. الشيخ حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي. التطوع ما الذي يمثله في مجتمعاتنا العربية كدعم للحكومات حتى نستطيع أن نمضي في مبادرات تنموية وبالتالي نقلل من معدلات الفقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ربي يجعل هذه الأرض واحة أمن وسلام. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرفني أن أرفع لكم
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح وتميز منتدى شباب العالم. كما أشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم. في الحقيقة الفقر طبعا في العالم وحسب إحصائيات وتقارير الأمم المتحدة الأرقام تشير إلى وجود 1,300,000,000 نسمة تعاني من الفقر. خمس سكان العالم تقريبا يعيشون على 3.2 دولار. أيضا خمسين سكان العالم يعيشون على 5.5% دولار. في الحقيقة الأرقام يعني صعبة ومؤثرة، والفقر ما في شك يعني مؤثر جدا على جهود الدول في التنمية. الجائحة جائحة كورونا طبعا لا شك أثرت بشكل كبير. حسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك 88 مليون إلى 100 مليون تأثروا سلبا بسبب تأثيرات جائحة كورونا. ما في شك بأن الجهود الحكومية لوحدها ما بتقدر. احنا كنا يعني الدول استعانت او يعني كان في ضرورة لتضافر الجهود، سواء الجهود الرسمية او الجهود الاهلية او حتى القطاع الخاص كمسؤولية مجتمعية. لذلك كان لابد من هذا التعاون وهذه المشاركة من اجل التخفيف من اثار الفقر واثار جائحة كورونا على الناس الاقل حظا واقل يعني معيشة. واذا اكبر يعني مبادرة استطاعت ان يعني تجمع بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص والجهود الحكومية هي مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة الرئاسية التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في أن يشترك الجميع في مبادرة تساهم في التخفيف من أعباء الفقر والحاجة لستين مليون نسمة. في الواقع أنا يعني والعالم كله يشهد على هذا الشيء، احنا كلنا معجبين بهذه المبادرة وهذه المؤسسة العريقة التي استطاعت أن تخفف من آثار الفقر، استطاعت أن تساهم في تعزيز الصحة وتوفير الغذاء والسكن الملائم. ويشرفنا كاتحاد عربي للتطوع أن نكون سفراء لهذه المبادرة وأن نكون شركاء استراتيجيين من خلال أعضائنا المنتشرين في الدول العربية، أن نكون سفراء للتعريف بهذه المبادرة، للترويج، لمساعدة حكوماتنا في تبني مثل هذه المبادرة. حقيقة أنا معجب جدا جدا بالتجربة المصرية وبمبادرات فخامة الرئيس واهتمامه بالقطاع الأهلي والقطاع المنظمات المجتمع المدني. وليس أدل على ذلك من يعني إطلاق فخامته لعام 2022 عام المجتمع المدني، وهذا لا شك دليل واضح على تبني الحكومة المصرية للمجتمع المدني وإيمانها بدور المجتمع المدني والقطاع الأهلي والشباب المتطوع في دفع عجلة التنمية ومساهمته في تنمية المجتمعات. في الحقيقة احنا كاتحاد عربي للتطوع وجدنا بأن هناك أهمية لوجود المتطوعين في ومساهمتهم في جهود الحكومية في الدول العربية. حسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك 9 مليون متطوع في عالمنا العربي، يمثلون 8.2% من عدد المتطوعين حول العالم.
للأسف هي نسبة جدا يعني قليلة، وطموحاتنا أكيد كبيرة، ومجتمعاتنا العربية تحتاج لجهود المتطوعين. لذلك قام الاتحاد بالعمل على محورين. المحور الأول هو استقطاب الأعضاء ومساندتهم وتشجيعهم على يعني القيام بأعمالهم التطوعية. المحور الثاني هو تدريب والتأهيل. طبعا استقطاب الأعضاء وتأهيلهم ومساندتهم يتم من خلال الجوائز اللي أطلقها الاتحاد. طبعا الاتحاد العربي للتطوع يشرف على جائزة بسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وهذه الجائزة تهدف لإبراز النماذج المشرفة والنماذج المتطوعة في عالمنا العربي، النماذج المؤثرة اللي استطاعت أن يعني تكرس العمل التطوعي في دولها. أيضا الجائزة الأخرى هي قلادة سمو الأمير محمد بن فهد، وهذه المسابقة عالمية استطعنا من خلالها أن احنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب والمتطوعين والفرق التطوعية. هذه الجائزة فيها عدة فروع تعني بالصحة والتعليم والمياه والبيئة وتحسين مستوى المعيشة والتسويق الاجتماعي. هدف هذه الجائزة هي التخفيف من الفقر ومساعدة الفرق التطوعية والشباب على انتهاج أعمال تطوعية تخفف من وطأة الفقر. طبعا الجانب الثاني من رؤية الاتحاد العربي للتطوع هو تدريب وتأهيل المتطوعين ليكونوا جاهزين للاستعانة فيهم في الأعمال الإنسانية والتطوعية في أوطاننا العربية، ويتم ذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات اللي يقيمها الاتحاد. وأحب أشير لشيء مهم، احنا اهم البرامج اللي ننفذها بالحقيقه ننفذها على ارض مصر الحبيبه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه المصريه، معانا الملتقى العربي الافريقي. طيب شيخ حسن، انت اشرت الى دور الشباب العربي ودور المتطوعين الذين هم ركاز ما سأتحدث وسنتحدث عنه الآن بحكم المشروع الذي أشرت إليه حضرتك فيما يخص التجربة التنموية المصرية. لكم أن تتخيلوا مثلا أن تجربة تقوم على مشروع قومي، لو أن دولة أرادت أن تدشن مشروعا قوميا في مسار واحد بحكم ضخامة الإنفاق أو بحكم عدد المستفيدين من هذا المشروع، كان هذا سيكون عملا عظيما. إذا كانت دولة تعاني من ضعف في عدد القرى التي تغطى بالصرف الصحي مثلا ودشنت مشروعا قوميا لتغطية كامل هذه القرى بخدمات الصرف الصحي، هذا عمل عظيم للغاية، شأنه شأن أن تغطى كل القرى غير المغطاة بالغاز الطبيعي بهذا المسار. وصول المياه النظيفة باستدامة كاملة، هذا أيضا يمثل مشروعا قوميا كبيرا. ما بالكم أن دولة استطاعت أن تدشن جملة هذه المشروعات القومية في كل المسارات التنموية ضمن إطار واحد فقط اسمه المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. الحديث عنه يطول، لكننا سنتابع فيلما قصيرا يسلط الضوء على أبرز ملامح هذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الريف المصري بإنفاق يصل إلى ما يزيد على 700 مليار جنيه. تصوروا ان احنا في مصر ان شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة دول ان احنا نقدر نحول حياة 58 مليون مصري. من 1948 والعالم بيتكلم لغة حقوق الانسان، وطول السنين والعالم بيسأل ايه اكتر حق بيخلي كل واحد فينا انسان؟ قدرتنا على تحديد مصيرنا بتتوقف على اننا نعيش بامان في احسن صحه وعندنا علم ووعي بيحركوا تصرفاتنا في الاتجاه الصح. توفير احتياجاتنا الاساسيه هي الضامن لعيشتنا بحريه، وده اصل كونك انسان، ده اصل حياه كريمه.
من إنك تحلم؟ إنك تكون جريء وإنت بترسم أحلامك. وحياة كريمة مشروع بيأكد قد إيه كان عندنا الجرأة وإحنا بنحلم، لأن الأول مرة مشروع يكون هدفه إن التنمية توصل لأكتر من نص سكان مصر، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وأكثرها إنسانية. مشروع مصري 100% بدأ بفكرة شباب بيحلم ببكرة. فكرته اترجمت لمبادرة رئاسية تم إطلاقها بتكليف السيد الرئيس في 2019، وبعقول مصرية وبإيدين شباب مصر اتحولت المبادرة لمشروع قومي، وبنجاحه أصبح نموذج يحتذى به. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خالص. المفروض ان احنا عاملين برنامج حياة كريمة دوم، هنعمل فيه الصرف الصحي، هنرجع المية الشرب ونطمن لها تمام، هنرجع الكهرباء ونطمن لها تمام، هنرجع البيوت اللي هي صعبة حسنها، هنعمل الطرق، هنبطل الدرع، هندخل الناس، هندخل الاتصالات. الوعد ده لكم مش مني، من الدولة المصرية. القضاء على الفقر مع أهداف التنمية المستدامة، وبنحققه بوضع أحلام أهالي الريف في أول الخطة. مشروعات المبادرة ركزت على توفير سكن كريم لائق وآدمي، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق بيئة عمل مناسبة لكل الأيدي العاملة، كلها متطلبات الحياة الأساسية، وهي حقوق الإنسان اللي بتسعى رؤية مصر 2030 لتحقيقها، والمتوافقة مع أهداف منظمة الأمم المتحدة، واللي أدرجت حياة كريمة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده مش كلام على ورق. زمان الفرق كان واضح بين الريف والحضر، لكن دلوقتي قضينا على أشكال كتيرة للفقر، وده نتيجة شغل ومجهود لتنفيذ خطة مدروسة بدقة بنيناها على علم ومعلومات وإحصائيات جمعناها من المؤسسات، وبحث ميداني عمله فريقنا اللي وصل عدده ل 21,000 متطوع. أنا فخورة أني بشتغل في حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا جزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا بشتغل في حياة كريمة وبساعد أهلينا، أنا فخورة أن أنا متطوعة وجزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخور أن في حياة كريمة وأن إحنا بندخل السرور على أهلينا، أنا فخور جدا كوني سبب في إدخال الفرح لأهلينا، فخور أكتر كوني جزء من مبادرة حياة كريمة. والله حياة كريمة دي اسم على مسمى، المجموعة دي مجموعة بقول لك زي مثل خلية النحل. خطة إعادة بناء شاملة لتحقيق تنمية وطفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية لكل فئات المجتمع الريفي، الأسر الأكثر احتياجاً، كبار السن، كل امرأة معيلة، والشباب اللي بيدور على لقمة العيش. وخطتنا ما نسيتش الأطفال وأبناء مصر القادرون باختلاف. بدأنا بتدخل سريع للقرى الأكثر احتياجاً اللي فيها نسب الفقر عدت 70%. المرحلة التجريبية استهدفت 375 قرية بإجمالي مستفيدين عددهم 4.5 مليون مصري، والمرحلة الأولى اللي بتتنفذ دلوقتي هدفها 1436 قرية داخل 53 مركز على مستوى 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين حوالي 18.5 مليون مستفيد. الكل اتفق على خلق بيئة متكاملة لبناء المواطن، علشان كده حياة كريمة ما كانتش مجرد بنا بيوت، حياة كريمة بتنفذ مجتمع متكامل يساعد على تكوين شخصية إنسان سوي ينتمي لبلده وبيحميه من التعرض لأفكار التطرف، وده لأن مكان مناسب للحياة بأمان يساوي مواطن عارف مقدرات بلده وحاسس إن بلده بتقدره. بدأنا بسكن كريم، لكننا في نفس الوقت طورنا البنية التحتية، ولأن من غير الصحة صعب نحس بقيمة التطوير، رفعنا كفاءة الوحدات الصحية وعملنا قوافل طبية تطمن على صحة أهالينا وتعمل عمليات جراحية لكل المستحقين. وعلشان مهمة إعداد جيل واعي على نفس درجة الأهمية، طورنا المدارس وبنسعى لمحو الأمية الرقمية، وبنوفر خدمات ثقافية ببناء المكتبات في كل قرية مصرية. اهتمنا كمان بمحور التأهيل والتدريب، ووفرنا تدريب على صنع الحرف لشباب وستات الريف ولذوي الهمم، لأننا مؤمنين بأنهم قادرون باختلافهم على تحقيق المعجزات. اشتركنا في عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ووسط كل المشروعات منسيناش نهتم بمراكز الشباب وبكل نشاط لحماية البيئة والحفاظ عليها، ومع كل طوبة بنيناها اتمدت لنا 100 إيد تساعد. نفذنا عدد من المبادرات وقت كورونا، حماية ورد الجميل والتصالح حياة، وكل واحدة فيهم كانت بتحط حلول وتسهل على أهالينا الحياة في وقت صعب علينا كلنا. كنا وقت سيول أسوان أول إيد تسند أهلنا، بنينا البيوت المتضررة
وشكلنا قوافل مساعدات لأهل أسوان. حينما وقعت هذه السيول في قريتنا الحبيبة ظننت أن القيامة قامت. على المنظر مهيب جدا، كنا في ذهول، الأطفال يجروا من هنا والحريم تجري من هنا وكنا في كرب. من الصعيد للوادي للدلتا وفي شرق وغرب مصر، حياة كريمة بتعيد رسم خريطة بلدنا من تاني. إصلاح الإنسان المصري وتوفير حقوقه بالشكل اللي يعيشه بكرامة هو الهدف الكبير. حققنا الكتير وما فاضلش إلا القليل. تحيا مصر! الإنجاز مش جديد علينا، وهنكمل لحد ما نحقق معجزات. أنا سأنقل الكلمة مباشرة إلى واحدة من أصحاب وصناع هذا المشروع، آية عمر، رئيسة مؤسسة حياة كريمة. آية، الفيلم عرض لي ملامح عديدة من ملامح هذه التجربة التنموية التي لا تستهدف رفع المستوى المعيشي بقدر ما تستهدف تغيير واقع الحياة أصلا. في دقيقتين، إيه المختلف في حياة كريمة يمكن أن نقدمه كبطاقة تعريفية للشباب؟ في البداية برحب بحضور سيادة الرئيس والحضور الكريم، وطبعاً أحب أعبر عن اعتزازي بإني جزء من المشروع القومي حياة كريمة، وإني أحد الشباب اللي شارك في إعداد وعرض رؤية المشروع القومي على السيد الرئيس. وأنا فخورة حقيقي إن إحنا دلوقتي مؤسسة شبابية، وهي مؤسسة حياة كريمة ومظلة للشباب المتطوع اللي بتضم حوالي 21,000 شاب متطوع. الحقيقة في ظل حدوث جائحة كورونا اللي كان ليها العديد من الأضرار العالمية على كافة الدول، إلا أنها كانت الدافع لينا أننا نقوم بالمزيد من العمل للتخفيف عن حدة أثار الجائحة على أهالينا الأكثر احتياجا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزي ما عرضنا على حضراتكم في الفيديو، وأنا مش عايزة أسهب على حضراتكم في العرض، فهي الفيديو بيعرض أن احنا إزاي ساعدنا ملايين المواطنين على كافة محافظات مصر، وبيقدم كافة الخدمات اللي بتلبي احتياجات المواطن المصري بمفهوم التنمية الشاملة. ودي يمكن رسالتنا كشباب من منتدى شباب العالم لكافة الدول، ان احنا مؤمنين بان احنا لازم نقيم التنمية الشاملة في كافة المحافظات المصرية من خلال المشروع القومي اللي محاوره بتشمل البنية التحتية والتمكين الاقتصادي والسكن الكريم والتدخلات الاجتماعية والتنمية الإنسانية للمواطن المصري البسيط. طبعا يمكن زي ما قالت سيادة الوزيرة وزي ما قالت الزميلة إلينا بانوفا، ان هو بيتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة في محاور المشروع القومي، تتلاقى معاها في كافة الأهداف. ويمكن يعتبر المشروع القومي أكبر مشروع تنموي حدث في تاريخ العالم وتاريخ مصر الحديث، لأنه بيستهدف تنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصري، بجانب أنه لأول مرة بيتم توحيد كافة جهود الدولة المصرية وشركاء التنمية داخل وخارج مصر من وزارات وهيئات ومنظمات ومجتمع مدني وقطاع خاص وشباب متطوع من كافة المحافظات والقرى وشركاء التنمية خارج مصر. يمكن كانت أهداف المشروع في البداية القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة والاستثمار في بناء وتنمية الإنسان وخلق حياة كريمة ومستدامة لهم وإحياء قيم المشاركة المجتمعية بين الدولة وكافة جهاتها والارتقاء بكافة المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والبيئي للأسر. طبعا جاء ذلك بناء على اختيار المراكز بمعايير ان احنا نراعي نسب الفقر والاسر، عدد الاسر الاكثر احتياجا في المراكز والمناطق المستهدفة، بجانب ان احنا نراعي التعداد السكاني ونسب الامية والمرأة المعيلة والطبيعة الخاصة لكافة هذه المراكز. نحن كمان نسيب هذه المراكز بها تمكين اقتصادي بان احنا نخلق لهم فرص للعمل، وان احنا نحاول نخللهم هذه البيئة ذات بيئة مستدامة من فرص للعمل وتدريب مهني وحرفي لهذه المراكز والمناطق المستهدفة. طبعا زي ما قلنا وقالت سيادة الوزيرة ان احنا بنستهدف حوالي 4584 قرية في 175 مركز على محافظات مصر كلها، واحنا حاليا شغالين في 1436 قرية في 53 مركز على حوالي 20 محافظة،
واحنا زي ما اشتغلنا على نطاق المشاريع الكبيرة في هذه المراكز فاحنا بنستهدف ان احنا ندعم الفئات الاولى بالرعاية زي الاسر الاكثر احتياجا والعاطلين عن العمل والاطفال والايتام والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الهمم. ويمكن دي تجربتنا هي تجربة كانت نوعا ما تلقت فيها تمكين الشباب لأول مرة بهذا الشكل الذي لم يحدث من قبل، يعني أن يتم تمكين الشباب في مشروع كبير زي هذا المشروع الكبير وتلقت فيه دعم الإرادة السياسية للشباب في هذا المشروع أن هم يقدروا يقوموا بدور كبير على كافة محافظات مصر. وبشكر حقيقي الفرصة وشرف الفرصة ودعمهم لينا أن احنا نقدر نوصل لهذه المرحلة وأن احنا نكون جزء من هذا المشروع الكبير. شكرا. شكرا جزيلا لك وشكرا على التعامل باحتراف مع سأنتقل إلى أليكس ستيفاني وهو مؤسس والعضو المنتدب لشركة بيم، هي منصة إلكترونية معنية بتقديم الدعم لفاقدي المأوى كنموذج للربط الذي يمكن أن يحدث بين مؤسسة مجتمع مدني وبين الحكومات. كيف كانت تجربتكم في هذا التعاون أليكس؟ أولا أتقدم لكم بالشكر على استضافتي هنا، هذه هي زيارتي الأولى لمصر، أتعلم كثيرا منكم عن العمل الذي تقومون به لتحسين مستوى الفقراء هنا في مصر، وهي بالتأكيد وظيفة في غاية الأهمية. أنا أعمل على رفع مستوى الفقراء في بلدي المملكة المتحدة، وأتفاجأ هنا أن هذه الفكرة أتت من الشباب هنا في مصر. بالأمس كنت في بعض الأنشطة في منتدى شباب العالم، بعض الأنشطة المسائية، الطموح والطاقة الإيجابية والذكاء والألمعية للشباب الذين رأيتهم والذين تحدثت معهم بالأمس كانوا مذهلين وملهمين بالنسبة لي. منذ 4 أعوام صادقت الكثير من الفقراء في لندن، شخص كان ينام في شوارع لندن، عقدت معه صداقة وبدأت بالحديث معه واحتساء القهوة معه، ولكن حالته كانت تزداد سوءا من سيء لأسوأ، اختفى. وعندما عاد للظهور أخبرني أنه كان في المشفى لأنه كان لديه أزمة قلبية. كنت أعمل في منزلي وأفكر فيه أن هذا أمر مريع، أريد أن أساعده والكثيرون غيري يريدون مساعدته، ومع ذلك هو يفقد حياته في شوارع مدينة ثرية مثل لندن. وسألت نفسي ما الذي يحتاجه هذا الشخص؟ بالتأكيد هو ليس بحاجة لكوب قهوة أو طعام، هو بحاجة إلى مهارات وتدريب وثقة ودعم. كل هذه الأمور ستتكلف أموالا أكبر بكثير من ثمن كوب القهوة، ولكن ماذا لو تشاركنا جميعا، كل منا بجزء صغير، سيكون لدينا ما يكفي من الأموال كي تصير حياة أولئك الأشخاص أفضل وأفضل. بدأت بإنشاء بيم. بيم هي أول منصة لجمع التبرعات الجماعية للفقراء والمشردين في المملكة المتحدة. الملايين يتبرعون بالأموال التي تساعدنا على تحسين حياة الفقراء كي يحصلوا على عمل ومسكن. وكي أرد على السؤال، نحن شركاء مع الحكومة ونقدم هذه الخدمات للحكومات المحلية في لندن، المحليات في لندن، في كل مناطق لندن، والحكومة المركزية أيضا، بل ومدن أخرى خارج لندن. يرسلون متدربين لنا للبرنامج ونحدد حاجاتهم واحتياجاتهم المالية وغير المالية، و نبدأ بإرسالهم إلى الشركات وأماكن العمل التي يحتاجون إليها. نحقق نجاحات كبيرة، 80% من مستخدمي المنصة حصلوا على وظائف، حيث كانوا قد خسروا وظائفهم لفترة تتجاوز 4 أعوام في المتوسط. سأنهي بقول كلمتين:
أهم ما تعلمناه أثناء الجائحة أهمية التعاون. عادة في هذه المشاكل الكبرى يوجد اتجاه لإلقاء اللوم على بعضنا البعض، وهو ما لن يساعد على الإطلاق. نحن بحاجة لبناء منصات تعاونية. الحكومات تحيل لنا الفقراء ونحن نغطي التكاليف من خلال التبرعات التي نتلقاها. الشركات تساعد بتوظيف أولئك العاطلين عن العلم في الوظائف الذين هم بحاجة إليها. يوجد الكثير والكثير لا فعل في هذا النموذج. ثانيا، أهمية التكنولوجيا والمعلومات. بالنسبة لي أي مشكلة معقدة بحاجة إلى معلومات وتكنولوجيا وبيانات، مثل تشخيص السرطان، مثل اللوجستيات في المناطق الحضرية. التكنولوجيا لن تقدم إجابة كاملة، ولكنها ضرورية لأي حل كي ينجح، ويجب أن تكون قابلة للانتشار وأيضا زهيدة الثمن كي يحصل عليها الجميع. شكرا جزيلا لك وشكرا لالتزامك. مهندسة سارة البطوطي هي مؤسسة ورئيسة شركة إيكو كونسلت المعنية بتقديم الاستشارات. باشمهندسة، ما الربط الذي يمكن أن يقدم لغير المتخصصين ربما بين المبادرة التنموية وبين تقليل معدلات الفقر؟ لماذا هناك مبادرات تنموية تقدم يعني أن نسبة الفقر تقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والسادة الحضور، الربط ده مهم جدا. احنا السنة دي كنا موجودين، يعني انا هقول لحضرتك مثل، السنة دي كنا موجودين في COP26، واحد اهم المواضيع اللي كانوا بيتكلموا فيها كانت القرية الذكية مش المدينة الذكية. المدينة الذكية احنا عارفينها واحنا شغالين عليها، كانوا بيتكلموا على القرى الريفية الذكية. احد الحاجات المهمة جدا ان تبقى الدولة والقطاعات المختلفة بيفكروا في التنبؤ من المشاكل اللي ممكن تحصل، واحنا عارفين ان احنا عندنا يعني مشكلة تغيير المناخ. في مشروع احنا شغالين عليه ده مهم جدا بشراكة مع وزارة التخطيط، وكنا مبسوطين جدا، يعني انا كنت مبسوطة في COP26 ان الموضوع ده كان بيطرح اكنه حاجة اكتشاف جديد، فكرة القرية الذكية، القرية الخضراء، القرية اللي فيها مجموعة من الإرشادات البسيطة تستهدف ربة المنزل. يعني في ربط، وفخامة الرئيس أشار إلى قضية تغيير المناخ وحياة كريمة. فإحنا إزاي نقرب القضيتين دول؟ إن إحنا لازم يبقى عندنا مجموعة من الإرشادات بتفكر إزاي استهلاك الكهرباء والمية، استهلاك التقنيات تبقى شبهنا، تبقى شبه الناس اللي هتستخدمها. واي حد في القطاع الخاص هيقول لحضرتك ان لو المنتج صعب الاستخدام او الاستفادة فيه مش ملموسة وسريعة يبقى مش منتج ذكي. فالفكرة كلها ان الفرص اللي عندنا في حياة كريمة ان احنا نربط بين المؤشرات دي، نربط الاحتياجات، التنبؤ، الوقاية، تغيير المناخ هيأثر ازاي على المنزل، ونقدم، الدولة تقدم حلول بسيطة جدا تنزل على مستوى المنزل وتبقى محلية زي ما أشارت السيدة ألينا بينوفا، تبقى الحلول منا وفينا. دي بتبقى حاجة كويسة جدا، وأعتقد أن بتبقى ربط ومشاركة والناس كتير تقدر تبقى بتتواجد على مستويات مختلفة، خصوصا القطاع الخاص وخصوصا على مستوى القرية والمدينة والمنزل والمبنى للأسرة اللي ساكنة فيه. فده احد المشاريع اللي احنا يعني بنفكر فيها ازاي تربطكو على المستوى المختلف. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندسة سارة البطوطي على هذا العرض. الحديث الاخير سيكون مع ميكيلا سيسني، رئيسة ومؤسسة شركة برايم جلوبال المعنية بتقديم الخدمات للاطفال ذوي الهمم دون سن 18 عاما ولذويهم ولأسرهم. ميكيلا، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى المناسبات التي خصصت للاطفال ذوي القدرات الخاصه او قادرون باختلاف كما يروق لنا ان نسميهم هنا، عرض على السيد الرئيس رقم مرتبط باحصاء عن اعداد ذوي الهمم كاطفال. يومها قال السيد الرئيس: انا لا اتعامل مع هذه الارقام كارقام، انما اتعامل مع الرقم مؤشر للاسر. المعاناه التي يجب ان ترفع، يجب ان ترفع عن الاسر وعن الاطفال في ان واحد، لا عن الاطفال فقط. انتم معنيون بهذه الجزئيه. ما الذي تغير في واقع الدعم المقدم للاطفال ولذويهم لامهاتهم تحديدا ما بعد الجائحه؟
Thank you everyone for having me. جزيلا لوجودي معكم، وأتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولزملائي هنا على المنصة. نحن هنا اليوم جميعنا لأننا نتشارك في حلم أن العالم سيعيش حياة كريمة. كل فرد في العالم يجب أن يعيش حياة كريمة، كالملايين من الأطفال والنساء والذين لم يتم تضمينهم في هذه الحوارات التي تتعلق بالتنمية والتخفيف من وطأة الفقر. أن اليونيسف والبنك الدولي مرارا وتكرارا تحدثوا أن الأطفال مهمشين، ولكن ما لم نتحدث عنه هو أمهات هؤلاء الأطفال وأيضا الضغوط النفسية. ولذا أود أن أصفق وأحيي حياة كريمة لتضمين هؤلاء الأطفال في الحوارات وفي الفيديو، وهذا أمر غير عادي وغير شائع في محادثات تتعلق بالتخفيف والقضاء على الفقر وزيادة مستوى معيشة الأسر الفقيرة. عادة هذا لا يكون غير متضمن، ولذا أود أن أحيي فخامتكم على هذا الأمر. أيضا نحن قمنا بمشروع في عام 2014 و15 كيف نعمل على إنهاء المعاناة الفقر عن كاهل الأطفال ذوي الهمم، وبالطبع كان هناك أهداف ألا يكون هناك فقرا، وأيضا أن يكون هناك حقوق المرأة ورفاه الأطفال، وأيضا وتضمين الأطفال ذوي الهمم وأمهاتهم، والأفضل الطرق لإنهاء الفقر وخلق حياة كريمة للأطفال ذوي الهمم هو دعم وتعزيز والاستثمار في أمهاتهم. في عام 2017 كنت أعمل من خلال شركتي، أتيت إلى مصر، شاركت في مشروع اليونيسف وهو تقييم ذوي الاحتياجات وأيضا أمهات اللاجئين وأمهات ذوي الهمم، ووجدت أن احتياجات الأمهات حول العالم، أمهات ذوي الهمم، يمكن أن نقوم بتحديد الأولويات والاحتياجات. الأول التعليم، أمهات ذوي الهمم هم في حاجة إلى تعليم أطفالهم وما الذي يحتاجه أطفالهم وأنهم وما يستطيعون القيام به، كيفية دعمهم، وهذا أمر عادة لا يتم تضمينه في برامج التنمية. احتياجاتهم هي المال. بالطبع أظهرت الأبحاث إعطاء الأموال النقدية إلى الأمهات أحد الوسائل الفعالة والإيجابية لرفع معاناتهم، وأيضا الدعم الاجتماعي. ما زالت الصدمة الاجتماعية والعزلة الاجتماعية موجودة أحيانا لهؤلاء الأطفال. أثناء الجائحة بالطبع تم الإغلاق ولم نكن نستطيع الإسهام اجتماعيا في المجتمعات. هذه هي خبراتي التي يعاني منها أمهات ذوي الهمم كل يوم. وبالطبع الجائحة أدت إلى سوء هذه الأوضاع أكثر فأكثر. كذلك شأن كل الآباء والأمهات ذوي الهمم حول العالم هم في حاجة أن يتم تضمين أبنائهم وبناتهم، وأنهم دائما ما يرغبون في الأفضل لأبنائهم. وبالطبع أنها مشروع مباشر لحياة كريمة، نحن نحاول تقديم المساعدات على كامل المستويات، وهو النهج متعدد الأبعاد. والدعم الذي نقدمه يمكن أن يتم تقسيمه إلى 5 مكونات. أيضا كما ذكرتم سبق، إعطاء الأموال النقدية إلى الأمهات أفضل الطرق لزيادة الوضع وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، وأيضا التدريب على التدريب المهني. نعم تم ذكر هذا التدريب المهني، وأود أن أذكر هنا أن الأمهات ذوي الهمم عادة لا يكون لديهن القدرة في المشاركة في هذه التدريبات. وبالطبع وأن يتطلب طلعنا إلى أفضل الرعاية في التعليم والصحة لأطفالهم، وأيضا من المهم تدريب الأمهات من أجل تمكينهم. أود أن أقول أن المكونات الثلاثة الأخيرة هي تكوين مجموعات لهؤلاء الأمهات، لا فقط تلقي الدعم ولكن أيضا لإعطاء الدعم، وهذا أمر تعلمناه من خلال الجائحة، أن تكون لدينا القدرة على الإسهام في مجتمعاتنا، وهذا ما يجعلنا نشعر أننا نمثل معنى كبير لمجتمعات. ولذا فأن أمهات ذوي الهمم أيضا يحتاجون إلى هذا الدعم وهذه المساندة. شكرا سيدي. شكرا لكل المتحدثين الأفاضل على هذه المنصة. الآن أنا أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن يتحدث ويقدم الرؤية المصرية فيما يخص المشروعات التنموية والمشروع الأضخم عالميا على الأقل في هذه المرحلة. حياة كريمة، تفضل يا فندم. شكرا. أنا هحاول برضه الأربع دقايق يعني
استمر على الاربع دقائق اللي انت طالبتنا بيهم. خلوني في البداية اقول بسم الله الرحمن الرحيم، واشكر السادة الضيوف المتحدثين على مساهمتهم الرائعة النهاردة في هذا الموضوع اللي انا بعتبره شخصيا من اهم الموضوعات اللي محتاجين كلنا نخلي بالنا منها ونفكر فيها. وخليني اوجه من خلال آية وسارة يعني شبابنا، ان انا اوجه التحية لشباب مصر، لان شباب مصر المؤتمر اللي احنا موجودين فيه ده كان احد افكار شباب مصر. حياة كريمة اللي بنتكلم عليها اللي هي بقت نموذج ملهم يعني، هي برضو احد افكار شباب مصر، فانا بوجه لهم التحية على ده. خلوني اقول لكم ان اذا كنتوا بتقولوا ان الفقر في بلادنا او حتى في بلاد كثيرة بس كتير منهم بيتركز في افريقيا، الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والاسر، عايز تتكلم عن مستوى الاسرة ممكن تقول انه بيدخل الاسرة في متاهة، عايز تتكلم على مستوى الدولة ممكن تقول بيدخل الدولة في متاهة التخلف، متاهة التخلف، متاهة الجهل، كله هي يعني عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على اي حد يخرج منهم بسهولة. واحنا لما وانا بقول الكلام ده لان الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد، انا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت اجراءات واتعملت يعني انتخابات، جت يعني حكومة او قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل ادائها لمدة سنة وخرج عليها. ايه علاقة اللي انا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر. محاربة الفقر في مصر بايه؟ بالعمل باخلاص، العمل بجد، العمل بقدر الامكان باتقان، العمل بإيمان، ما كانش فيه حل تاني. وأنا عايز أقول لكم يعني على أرقام بسيطة يمكن تعكس لكم حجم الجهد وحجم الإنفاق اللي اتعمل. وده بالمناسبة ده مش شغل رئيس، ده شغل الدولة المصرية، حكومة والحكومات المختلفة، حتى الناس اللي مش موجودين معانا منهم دلوقتي، خلال 7 سنين اللي فاتوا دول حجم الانفاق اللي تم انفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها اكتر من ستة تريليون جنيه، يعني كام؟ حوالي 400 مليار دولار. 400 مليار دولار. عايز اقول لكم على حاجة، كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد، مع قطاع واحد، عدد الشركات 4500، والحجم الاموال اللي تقاضتها او التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار، تريليون ومئة مليار. انا بقول الكلام ده لكم هنا واحنا بنتكلم على الجائحة واثارها السلبية على العالم كله. كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر، والجائحة جت كان الهدف كله دلوقتي ان احنا نحافظ على ان المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني تحت، يرجعوا تحت خط الفقر تاني. كان ليها تأثير كبير، لان كتير لما كنا بنتكلم على التوازن اللي انا بطرحه وسمعتوه على ان مصر كانت ادارت الموقف من الجائحة بتوازن ما بين الاجراءات الاحترازية
والغلق المؤقت وما بين العمل بلا توقف. بلا توقف ليه؟ لان احنا اتصور ان الفقر اخطر كتير، هو جائحة بتدمر المستقبل وبتدمر الحاضر. الفقر بيدمر المستقبل والحاضر، وما بقاش فيه امل للناس، وبالتالي تشوفوا دول فيها ارهاب وفيها تطرف وفيها اقتتال وكلام كتير قوي وفيها ثورات حتى. ليه؟ لان الفقر مش هنتكلم على ازاي نخرج منه في ظل الجائحة فقط، لان الكلام اللي اتقال من زملائنا على المنصة غطى كلام من ده كتير، لكن انا بتكلم عشان يبقى اقول وجهة نظرنا في مصر على الموضوع ده. لما يعني بيم كمجموعة قال ان هو كان في مواطن الهمه الفكرة في لندن، وده امر مهم. احنا كان عندنا اقدر اقول مش يعني اكتر من مليون، يعني الدكتور مصطفى بنتكلم في 250 300 الف اسرة، يعني مليون مليون ونص انسان كانوا موجودين في ظروف حياة في الشارع صعبة جدا. ما قلناش هنعمل ده ازاي. تضافرة الجهود بين الدولة وبين صندوق انشأنا اسمه حياة كريمة في مصر من بدري، واتكلمنا او تحيا مصر عشان بس يبقى الامور واضحة، وتحركنا وانشأنا ما يقرب من 300 الف وحدة سكنية. وبالمناسبة احنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل الى مليون وحدة سكنية كتخطيط. انا الكلام اللي بقول عليه ده ارقامه ضخمة جدا ماليا. الهدف منه ايه؟ احنا هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دائرة الفقر اللي احنا موجودين فيها؟ زي ما اتقال كده الفقر المتعدد. طب وانا هعمل فيه ان انا اوفر فلوس فقط كدولة، ولا ادخل كدولة باجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد اللي بيتكلموا عليه؟ عندنا انت تعليم مش جيد، صحة مش جيدة، دخل مش جيد، سكن مش جيد. الكلام اللي بيتقال على حياة كريمة هنا، مش عايز اسيب بس الموضوع السكن ده، ال 300 الف وحدة اللي بنتكلم عليهم دول او ال 250 الف وحدة، احنا كنا بنجهزهم ونأسسهم نفرشهم في دولة ظروفها الاقتصادية ظروف متواضعة. احنا مش من الدول الغنية، يعني احنا لما نيجي نتكلم على الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا دي دول غنية، انا بتكلم كدولة. لكن احنا لما جينا نعمل ده كدولة برضو قلنا ما نقولناش ان المواطنين دول مش هنقدر نعمل لهم حاجة، لا، قلنا لابد ان احنا هنواجه الفقر ده فقرنا، ونبني للناس ديت ونفرش لهم فرش يليق بيهم حتى نخرجهم من الحالة اللي هم كانوا عايزين فيها. انا كنت اتمنى ان من ضمن الحاجات اللي احنا نعرضها، وبرضو بقول الكلام ده للناس القائمين على المؤتمر، ادوا فرصة للشبابنا اللي جاي من الخارج يرى تجربتنا، لانها تجربة ممكن يستفاد منها. بقول تاني انا بتكلم في اكتر من 250 300 الف وحدة سكنية فيها ثلاث غرف، مش غرفة ولا غرفتين، ثلاث غرف، عشان احنا ظروفنا ان عدد الاسر كتير شوي، وبالتالي ما اقدرش اقول له خد اقعد في دقيقة. فاللي انا عايز اقوله ان احنا في مصر اتحركنا من 7 سنين وما زلنا، وانا بقول لهم ان احنا هنفضل نشتغل حتى نخرج من هذا الفقر في مصر. طيب
لما جت الجائحة وقلنا ان احنا في تقدير موقف الدولة، وقلت ان كل دولة بتتعامل مع الجائحة طبقا يعني طبقا لمعطيات خاصة بها هي، احنا مش زي دول تانية، وكمان تأثير الجائحة علينا مش زي دول تانية. طب هناخد الاجراءات اللي هي الصحية والاجراءات وارشادات منظمة الصحة العالمية اكيد، لان دي مواطنين وبنخاف عليهم. هنعمل الاجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، ان احنا نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحي، وزي ما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت اكيد القطاعات الاخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي اكيد، ان احنا نطلق مبادرة او حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة، وده كان امر مبكر جدا اتحركنا فيه. يمكن في دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت، واحنا قلنا لا على طول نضخ 100 مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل اللي كان عليها اموال للكهرباء او للضرائب او لده تتأجل، بس بشرط ان هم يحافظوا على ان العمالة اللي موجودة عندهم ما يتمش تسرح، او يعني ان هم يقولوا ان الظروف الجائحة ما تسمحش وبالتالي نمشي. لا ما عملناش كده. طيب طب هل بقى نتوقف؟ انا عايز اقول لكم مصر دولة شابة، العاملين فيها عشرات الملايين، لو توقفت دي الناس مداخلها هتبقى منين؟ والدولة هتبقى غير قادرة على ان هي تعطي لكل دول اموال واعانات. اديك اعانة ولا اخلي ولا يعني منحة فلوس ولا ادي عمل؟ احنا اخترنا العمل، لان العمل هيؤدي الى حاجتين. اول حاجة انه هيحافظ على تدفق الاموال للعاملين. الحاجة التانية هستتقدم الدولة خلال السنتين اللي فاتوا دول بمعدلات كان المفروض مش هتحصل. نوقف كل حاجة بقى ونتوقف لغاية لما نطمئن ان الجائحة انتهت تماما، ثم بعد كده نبتدي نحرك الاقتصاد مرة تانية. تجربتنا غير كده. لا احنا قلنا لا هنتحرك بالعمل، هنخفف من اثار الجائحة اقتصاديا، هنتعامل بانضباط شديد مع اجراءات الصحية المطلوبة والاحترازية المطلوبة. لو احتاجنا نعمل يعني اغلاق مؤقت هنعمل اغلاق مؤقت، وده اللي تم. يتبقى الكلام اللي اتقال، مش عايز اكرره كتير، على موضوع حياة كريمة. يعني المشروع ده اللي احنا بنعمله، برضو بقول لكم عشان اختم كلامي، كل اللي احنا بنعمله في مصر ده هي خطوة من 1000 خطوة لسه هنعملهم لو الدولة لازم تعملهم. خطوة من 1000 خطوة ده كلام مش معنوي، ده تقدير موقف حقيقي لوضعنا، هي ان احنا نواجه حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر. انا بقول الكلام ده للشباب اللي جاي من كل حتة في الدنيا، تقدير حقيقي للتحديات اللي موجودة عندنا. وبالمناسبة اللي انتوا بتسمعوا مني ده عبارة عن تواصل مستمر بين الحكومة وبين الشعب، ما بنخبيش حاجة، بنقول كل حاجة، بنقول للناس كل حاجة. لما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي زي ما يعني اتقال، كان ده إجراء يعني بيتم التحسب منه كثيرا، خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على إجراءات صعبة. أنا بتكلم على نوفمبر 2016 وأنا اتكلمت فيها، لكن برضو هنا في المؤتمر ده يهمني ان انا اسجل احترام وتقدير وتحية كبيرة جدا لشعب مصر، لان احنا انا مش هقول سر ولا حاجة، لما كنا بنناقش الموضوع دوت
على المستوى المصغر في الحكومه كانت الاجهزه والمؤسسات يعني والوزارات متحسبه جدا من الموضوع. لكن انا صدقوني انا بتكلم وهم عارفين ده كويس، انا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المراه المصريه، وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده هيمرر والناس هتقبله وهتتحمله. وده بالمناسبة اللي اثبت بعد كده ان احنا لو ما كناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا لو حصلت جت كورونا واحنا مش جاهزين ليها. الاصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة اقتصادية وصدمة صحية حتى في حاجات تانية كتير. انا اطلت عليكم معلش، بس حبيت اقول لكم ان مفهوم الفقر اللي بتقولوا ان 60% منه موجود في بلادنا الافريقية وكده يستحق مننا كلنا ان احنا لا ننام ولا نغفل الا ما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل والعمل. وبالمناسبة هم انا كنت بتكلم امبارح في لقاء مع المنظمات الدولية وبقول لهم الائتمان منخفض التكلفة للدول الافريقية ضرورة كبيرة، لان النهاردة المخاطر اللي موجودة في افريقيا كتيرة، وبالتالي يعني مؤسسات التمويل وحتى البنوك اللي بتدي قروض بتبقى تكلفة مخاطر الائتمان بتاعتها عالية. فيعني العبء بيبقى عبئين، يعني الغني يقدر ياخد تمويل منخفض التكلفة والعدمان مش قادر ياخد غير بتكاليف عالية. عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، لان بقت معادلة صعبة ياخد بفلوس كتير تكلفني كتير اعباء كتير افضل مش قادر. وطبعا الشعوب مش مستحملة ده ومن حقها انها تحلم، فتبتدي تصور ويبقى في حالة عدم استقرار ويبقى في خراب وتدمير للدول ويطلع الارهاب يأثر على الكلام ده وتبقى في هجرة غير شرعية، الناس عايزة تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنية المستقرة عشان تعيش. خلونا نعيش الغلابة، خلونا نعيش الغلابة. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. لو سيادة الرئيس لو تأذن لي يا فندم، فيما يخص الترويج لمشروع القرن 21 في مصر حياة كريمة من قبل المنتدى، كان هناك مجموعة من الورش التحضيرية قبل البدء الفعلي في أولى الجلسات. إحدى هذه الورش وامتدت لما يزيد على 4 ساعات خصصت للتعريف بمشروع القرن 21 حياة كريمة بمسؤولين تنفيذيين وخبراء ومجموعة من شباب العالم أيضا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.